الرحمن الرحيم، بنبدأ الآن بالophthalmic preparations. الophthalmic preparations هذه المستحضرات العينية، ودائما نطلق عليها كلمة ophthalmic، هذه كلمة يمكن جديدة بالنسبة لكم، لكن الophthalmic معناته مستحضرات عينية. ophthalmic preparations كلمة متكاملة. نجي من البداية نتكلم عن التعريف، شي نعرف ايش معنى ophthalmic preparations. التعريف يقول طبعا هي عبارة عن specialized dosing forms. They are specialized dosing forms designed to be installed into the eye. يعني انها اشكال صيدلانية خاصة صممت بشكل خاص بحيث انها تعطى الى العين، وقد يكون طريقة اعطائها اما ان يكون topical او قد تعطى الى داخل العين administered inside، فنسميها intraocular او adjacent يعني بجوار العين او قبل العين preocular to the eye، أو أحيانا used in conjunction with an ophthalmic device. أحيانا نستخدمها مع أدوات خاصة لإيصال الدواء إلى مكان عمله. طبعا هذه بالنسبة لمن للophthalmic preparation. إذن هي عبارة عن أشكال صيدلانية خاصة صممت بحيث تعطى إلى العين، وطريقة إعطائها إما قد تكون topical أو قد تكون intraocular أو قد تكون preocular. إذا من الكلام هذا يمكن إحنا نعرف تعريف، ممكن نطلع root of administration. root of administration عبارة عن topical و intraocular و preocular بالنسبة لإيش مستحضرات العينية. طبعا في معنا ثلاثة أو في معنا أشكال صيدلانية أو مستحضرات صيدلانية شائعة الاستخدام، ممكن كثير مننا قد واجهها أو حصلها أو شافها أو تعرف عليها. هي طبعا عبارة عن الأشكال الصيدلانية القديمة الشائعة الكثيرة الاستخدام، هي المحلول solutions والsuspensions والointments. كثير مننا قد يمكن لاحظ انه في قطرات للعين، فالقطرات العين ما تكون solution او قد تكون suspension، وكثير مننا كمان قد واجه مرهم للعين ointment، فمثل التتراسايكلين. هذه نعطيها طبعا نحن بالنسبة لايش لي هذا طبعا الاشكال الصيدلانيه القديمه التراديشنال التقليديه. بعدين ظهرت فكره جديده وظهرت اشكال صيدلانيه جديده بالنسبه للمستحضرات العيش العينيه، بالنسبه للمستحضرات العيش العينيه، فبدا ظهر عندنا الجل. طبعا كل صنف ظهر، يعني كان في مشكله في الاصناف التقليديه وجاء الصنف الجديد او الشكل الصيدلاني الجديد حل المشكله التقليديه اللي كانت موجوده في العيش في الاشكال الصيدلانيه القديمه. ظهر معنا الجل، وظهر معنا جل فورمينج سوليوشن، وبنعرف كيف معنى جل فورمينج سوليوشنز او سوليوشنز فورمينج جل، يعني ممكن نستخدمها كذا ممكن نستخدمها كذا. وفي معنا الاوكلار انسيرتس المدخلات العينيه، وفي معنا انترافيتريال انجكشن عباره عن حقن، وفي معنا الامبلانتس الغرائز اللي ممكن تغرزها داخل العين، وفي معنا حقن عينيه. هذه الاشكال اللي هي تعتبر نيو دوزيك فورم بالنسبه للاوثلمك دراج دلافري سيستم. طيب لو جينا الان احنا من الخلاصه هذا، الان احنا عرفنا بالسلايس الاولى هذه اللي شرحناها، طلعنا منها تعريف، طلعنا منها روت اوف ادمنستريشن، طلعنا منها دوزيك فورمز، وفي معنا دوزيك فورم بينقسم الى قسمين، الاولد القديمه او التراديشنال ما هي السوليوشن والسسبنشن والاونتمنت، وفي معانا النيو الذي هي الجديدة الحديثة مثل الجيل والجيل فورمينج سوليوشن والأوكولار إنسيرت والإنترافيتريال إنجكشن والإمبلانت. طيب هذه بالنسبة للشريحة الأولى. نجي للشريحة الثانية من المحاضرة عندكم في الباوربوينت، نجي نشوف نحن الشريحة الثانية دراج يوز إن ذا آي، الأدوية التي ممكن أن تستخدم في العين. طبعا هنا المقصود في بو الابليكيشنز، ما هي الادويه اللي ممكن احنا نستخدمها ونعملها على شكل مستحضرات عينيه. كثير كثير من الادويه احنا ممكن نستخدمها مستحضرات عينيه، مثلا في معانا ادويه تعمل مايوتيك، وممكن كلمه مايوتيك انها تعمل ايش تضيق في حدقه العين، خاصه احنا نحتاج احيانا نعمل تحت تضيق في حدقه العين، مثل البيلوكربين هيدروكلوريد. في معانا ادويه تعمل العكس بحيث انها توسع حدقه العين مثل المدرياتيك الاتروبين، هذا يعمل اترياتيك. في كمان سايكلوبليجيك الذي يعمل ارتخاء في عضلات العين مثل الاتروبين. كمان في معنا ادويه انتي انفلاماتوري مضاد للالتهابات تستخدم في العين،
مثل مشتقات الكورتيكوستيرويد، الكورتيكوستيرويد. وفي معانا انتي انفكتيف، مضادات للعدوى. تنقسم الانتي انفكتيف الى 3 اقسام تقريبا، الانتي بيوتكس والانتي فايرال والانتي بكتيريالز. وبعد تعرفوا انتم بعدين بالفارما ايش معناته انتي بيوتكس وانتي فايرال وانتي بكتيريال. الانتي فايرال معناته مضاد للفيروسات، انتي بكتيريا مضاد للبكتيريا، انتي بيوتكس عباره عن مضاد حيوي مشتق من من ناتشرال سورس. وفي معانا ادويه ممكن تستخدم انتي جلوكوما دراجز. طبعا هذه الانتي جلوكوما مقصود فيها ارتفاع ضغط العين، ارتفاع ضغط العين. الجلوكوما معناته ارتفاع ضغط العين داخل العين، السوائل الضغط، زيادة ضغط السوائل على العين. وفي أدوية هذه تستخدم مع أدوية تستخدم لتخفف ضغط العين يسموها أنتي جلوكوما. هذه الأدوية سمنا مثل البيلوكربين هيدروكلورايد. وفي معانا أدوية جراحية تستخدم في السورجيكال، أدوية تستخدم مثل محاليل الغسيل ريجيشن سوليوشن أو ريجيتينج سوليوشن. وفي معانا صام دريكس ممكن تستخدم في الدايجنوستيك صوديوم فلوريسين. وفي معانا مخدر للعين موضع مخدر الذي هو انستاتكس تتراكاين، تتراكاين. هذا بالنسبة للشريحة الثانية. طبعا الشريحة الثانية بالخلاصة ان احنا نتكلم عن التطبيقات، ما هي الادوية. كثير من الادوية موسعات لحدقة العين، مضيقات حدقة العين، مرخيات عضلات العين، مضادات للالتهابات، مضادات للبكتيريا والفيروسات، ومضادات حيوية، ومضادات ضغط العين، ومساعدات جراحية، وأدوية تشخيصية، ومخدر. كثير من الأدوية هذه اللي يمكن احنا نستخدمها ونعملها عبارة عن شكل اوفثالميك بريبريشنز. الشريحة اللي بعدها طبعا نتكلم عن الاناتومي حق العين. طبعا هنا ما مش شرط انت ما بتحفظ هذه عليك حفظ، بس لا بتعرف انه في معانا مواقع مهمة بالنسبة للامتصاص. هي طبعا في معاك الاسكاليرا، نوضحها عندك هنا السكاليرا لو ركزت عليها. وفي معك الكورنيا القرنية، تمام. وفي معك العدسة، وفي معك الكونجكتيفا. نحن يهمنا هنا الكونجكتيفا والقرنية والسكاليرا، لأنه أكثر الأدوية تمتص عن طريق هذه، أما عن طريق القرنية أو عن طريق الاسكاليرا أو عن طريق الكونجكتيفا الذي هي الكونجكتيفا الذي هي البياض حق العين. طيب هذا بالنسبة لك انت بتعرف ثلاث حاجات مهمة قلنا زي ما ذكرناها، ركز عليها شوية، الاسكاليرا والكورنيا القرنية والكونجكتيفا بياض العين الذي نحن نلاحظه اللي نشوفه دائما في كل شخص، المنطقة البيضاء في العين. طيب المهم كثير انه بعدين في معك بالشريحة اللي بعدها تفصيل عن الاسكاليرا الذي هي عبارة عن طبقات حماية للعين، وطبعا هذه تحافظ على شكل العين. وفي معك القرنية الجزء الأمامي من العين الذي طبعا هو عبارة عن ترانسبيرنت شفاف منفذ للضوء داخل العين. القرنية طبعا جزء مهم في الامتصاص. وفي معك الكورويد، في معك الايريس، في معك البيوبل، وفي معك العدسة اللينس، في معك الشبكية الريتينا، وفي معك الماكولا. كل ذا كلام اناتومي مش مهم، انت بتركز لي بس على القرنية والكونجكتيفا والاسكاليرا الذي بنتكلم عنها الذي هي تلعب دور كبير في عمليات الايش الامتصاص. بقية الكلام مكونات العين، السوائل الموجودة داخل العين، وهذا مش مهم جدا، لكن احنا يهمنا احنا الحاجات الذي هي مهمة. في معنا في الشريحة اللي قدامي الان الذي هي الابزوربشن اوف ذا دراج ان ذا اي، هذه موضوع مهم جدا. احنا يهمنا احنا انه نعمل دواء ونعمله بشكل صيدلاني مهم جدا، نعمل دواء بشكل صيدلاني مناسب. وقلنا الشكل الصيدلاني هو عبارة عن فيزيكال فورم، الهدف منه إيصال الدواء إلى مكان عمله بالكمية المناسبة في الزمن المناسب في الوقت المناسب علشان يبدي عمله. فطبعا في عوامل كثيرة تؤثر على عملية الامتصاص أو يسمونه drug availability، توافر الدواء في داخل العين، factor affecting drug availability. نحن الآن نتكلم في موضوع إيش absorption of the drug. طبعا احنا خرجنا من موضوع الاناتومي and physiology of the eye لانه حاجة مش مهمة، احنا معنا 3 مناطق مهمة حددناها من قبل. فالعوامل المؤثرة على العين طبعا انه في معانا محلول solution doxiform solution، وهذا طبعا المحلول لما يكون الدواء على شكل محلول يحدث rapid solution draining تسريب طبعا بفعل الجرافيتي، بفعل
الدموع لاكريميشن، الغدة الدمعية، بفعل البرينكينج ريفلكس الذي هو حركة الرمش، بفعل الدموع اللي تخرج من الايش، من الغدة الدمعية. فهذه طبعا لما يكون في افرازات منها وحركة وفي جرافيتي وفي، يكون المحلول لما تستخدمه الى تعمل قطرة للعين يروح كثير جزء منه انه يخرج، جزء منه يروح دراينج، يروح تسريب منه خارج العين، وبالتالي يكون كمية الدواء اللي توصلت للعين كمية متوفرة بداخل العين، او الكمية اللي امتصت للعين تكون كمية بسيطة. وهذه مشكلة نحن نواجهها في حالة المحلول. لذلك بعدين فكروا انهم يعملوا اشكال صيدلانية يتغلبوا على هذه المشكلة. طبعا في انه الدمعة الطبيعية، حجم الدمعة الطبيعي طبعا 7 مايكرو لتر، لكن لما تحدث العين بلينكينج، يحدث الرمش، يعني رمش العين يحدث بلينكينج، يحدث حركة الجفون، فالعين تتكيف بحيث انها تستوعب تقريبا ما يقارب 30 مايكرو لتر بدون ما يحدث اي تسريب. لكن القطرة بشكل عام، القطرة بشكل عام الدروب فوليوم، القطرة اللي احنا نعملها دائما الان حجمها 50 مايكرو لتر. الى طبعا لو جينا نحسبها نحن نشوف انه العين تستوعب تقريبا 30 مايكرو، يعني 30 مايكرو لتر، والقطرة حجمها 50 مايكرو لتر، تقريبا معنا 20 مايكرو لتر هذا يروح اوتسايد خارج العين، وبالتالي يكون في معنا فقد في كمية العيش الأدوية. طبعا في الصورة اللي بعدها لاكريمال نازل دراينج، في طبعا قناة دمعية نسموها، في القناة الدمعية وفي قناة موجودة يسموها نازو لاكريمال كانال، عبارة عن قناة توصل العين إلى التجويف العيش الأنفي، وبدناها طبعا يحدث كمان تسريب. يعني لما تعمل قطرة تلاحظ أنت أنه لو عملت قطرة العين تشعر بالقطرة في الحلق حقا، لأنه في يحدث تسريب من إلى عبر الأنف، من الأنف طبعا ينزل إلى الحلق، فيسمونه النازو لاكريمال جلاند. في معانا لاكريمال جلاند لو تشوف أنت بالصورة، في معك اللاكريمال جلاند الموجودة فوق العين، وفي معك بعدين القناة اللي تؤدي إلى تسريب جزء منها. هذه كمان تعمل دور كبير في عملية العيش تسريب الدم اذا كان لم يكن معانا محلول، وبالتالي هذا التسريب بيقلل من عمليات الامتصاص والتوافر الحيوي بالنسبه للدواء الذي يعطى عن طريق العين. هذه المشاكل اللي تواجهنا هنا والعوامل اللي تواجهنا هنا وتؤثر على عمليات الامتصاص. طبعا من الحاجات المهمه جدا اللي شي نحن نعرفه طبعا انه في انه اهم حاجه لو تلاحظ هنا في معانا في السطر الاخير في بعد الصورة حق العين، في معنى absorption of dark in the eye، في معنى 2 و3. أحيانا يكون في معانا إنه الدواء اللي يروح عن طريق الكونجكتيفا اللي هي بياض العين يروح بشكل سريع جدا، تمام، يمتص بشكل سريع جدا، لأنه يكون في تروية دموية عالية، فالبلاد فلو في الكونجكتيفا يكون عالي، وبالتالي يحدث الامتصاص بشكل سريع. على العكس في القرنية، القرنية يكون البيرميبلتي حقها، البيرميبلتي المقصود فيها النفاذية، النفاذية حقها يكون قليل، وبالتالي كمية الامتصاص تكون ايش، قليلة. طيب من العوامل بشكل عام خرجوا، طبعا احنا خرجنا، احنا قلنا في معنا 3 اماكن مهمة بالنسبة للعين. من الحاجات المهمة جدا انه نعرف القاعدة هذه اللي بنقولها الان، وهذه حاجة مهمة الان تركز عليها وتنتبه عليها جدا، انه معك انه ان جنرال بشكل عام transport of hydrophilic، يعني تركز انت معك ادوية hydrophilic macro molecular drugs، كلمة macro يعني الجزيئات الكبيرة drugs، دائما يكون through scleral route، يعني خلال العيش السكليرا، بينما الليبوفيليك دراجز او الليبوفيليك ايجنت اللي تكون لو مولكولار ويت، حجم الجزيء حقها يكون دائما قليل، دائما تكون ترانس كورنيال، يعني يمر عن طريق العيش القرنيه، ترانسبورت باي باسيف ديفيوجن، باسيف ديفيوجن. وطبعا كلمه باسيف ديفيوجن انه الدواء ينتقل من التركيز الاعلى الى التركيز العيش الاقل، يخضع لقانون، قانون مشهور جدا اسمه قانون ايش، فيكس لو. فيكس لو ايش يقول؟ فيكس لو هذا يسمونه فريست لو اوف ديفيوجن، فقانون يقول الجي بتساوي سالب الدي في
دي سي ام على دي اكس. طيب ايش الجي؟ الجي هذه عبارة عن سرعة الامتصاص او سرعة المرور، the flux rate، سرعة المرور خلال الايش؟ across the membrane، خلال الممبرين. الدي diffusion coefficient، هذا معامل الانتشار، ومعامل الانتشار هذا يعتمد على the diffusion coefficient يزداد as the molecular size of the drug decrease. يعني الديفيوشن كوفيشنت يعتمد على حجم الايش؟ الجزيء. كلما زاد حجم الجزيء قل الديفيوشن، وكلما قل حجم الجزيء زاد الديفيوشن. اذا في معانا ديفيوشن كوفيشنت العلاقه. اذا كل ما زاد الديفيوشن كوفيشنت للدواء زاد الايش؟ الامتصاص او مروره خلال الايش؟ الممبرين. طيب كيف بيزداد الديفيوشن كوفيشنت؟ عن طريق الايش؟ ان احنا نقلل المولكولار سايز اوف ذا دراج. سي ام والمقصود في بو سي ام، هذه المقصود في بها الفارق في الكونسنتريشن جريدينت. ايش معنى كونسنتريشن؟ الفارق في التركيز، الفارق في التركيز ما بين نقطة اعطاء الدواء خارج العين، ده خارج العين في القرنية مثلا او الكونجكتيفا، وكمية الدواء داخل العين. ففي فارق في معنى التركيز خارج العين، في تركيز داخل العين. كلما كان الفارق في التركيز عالي كلما كانت العلاقة علاقة ايش؟ طردية، وبالتالي يكون ازداد عملية الايش؟ الامتصاص. طيب as the drug solubility increase، كلما زادت الذوبانية زاد الفارق في التركيز، وبالتالي كلما زاد الفارق في التركيز اعطى قوة دفع انه الدواء يدخل داخل الايش؟ الاكواس هيومر الذي هو داخل سائل الجسم، داخل سائل العين، سائل العين. طيب هذا مهم جدا. اذا هنا بيلعب معنا احنا عوامل كثيره اللي بتاثر على عمليه الامتصاص. من اهم العوامل اللي تاثر على الامتصاص اول حاجه الديفيوشن كوفيشنت، والديفيوشن كوفيشنت يعتمد على حجم الجزيء، فكلما قل حجم الجزيء زاد الديفيوشن كوفيشنت، وبالتالي زاد الايش؟ الامتصاص. كمان معنا الذوبانيه، كلما زادت الذوبانيه زاد الفارق في التركيز، وبالتالي كان في قوه تدفع الدواء الى داخل الايش؟ الايكواس هيومر الذي سائل داخل العين. وبالتالي فهنا علشان نحسن الامتصاص لابد نحسن الذوبانية ونقلل حجم الايش؟ الجزيء، نقلل حجم الجزيء. طيب بالنسبة للكورنيال ابزوربشن، الامتصاص عن طريق القرنية، طبعا دراج ديليفري ان ذا اوكلر ثيرابيوتيك از تشالنجينج بروبلم، في معنا مشكلة. القرنية طبعا في بور بايو افيليبيليتي، دائما نفاذيتها للأدوية تكون ايش؟ قليلة. فبالتالي اول حاجة لابد نحسن الايش؟ نحسن الامتصاص عن طريق اجراءات معينة. مثلا نحن نقلل البلينكينج ريفلكس، حركة الجفن. مثلا ان احنا نزيد الكونتاكت تايم. مثلا نحن نزيد الذوبانية بحيث ان يتحسن عملية الايش؟ الامتصاص. طيب هذا بالنسبة لعملية الامتصاص والعوامل المؤثرة على الامتصاص. طبعا ممكن هنا ما ذكرش كمان عامل سمك ايش؟ العين، الذي سمك غشاء العين. طيب بالتالي فكلما زاد سمك غشاء العين قل الامتصاص، علاقة عكسية ما ذكرش في المعادلة، لكن احنا ممكن ذكرناها من قبل قضية معادلة فيكسلو، فانتم ممكن تكون لو في اي سؤال بهذا النقطة بعدين ايش نتكلم. في الآن وصلنا إلى general safety consideration. طبعا المستحضرات العينية مش أي مستحضرات أنت ممكن تستخدمها، ولا هي topical ولا هي oral. ممكن في معك الجهاز الهضمي يساعد على قطر البكتيريا لأنه سطح حامضي، ومعك كمان إذا هي topical للسكين. لكن هنا بتروح لعند soft tissue، نسيج ناعم وحساس جدا. العين عبارة عن جزء عضو حساس جدا، فبالتالي لابد تكون معانا نقول اعتبارات أمن عامة مهمة جدا في المستحضرات العينية. أول نقطة في المستحضرات العينية، لابد تكون المستحضرات العينية ستيرايل. ولو ذكرتم لو تتذكروا كلمة ستيرايل، احنا قلنا معناته خالي من الحياة، وكنا في معانا طرق للايش؟ للتعقيم. ذكرنا ممكن طرق التعقيم الذي هي طرق الحرارة الدراي والويت، وذكرنا الفلتريشن، وذكرنا